أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أسأل عن حقوق الزوج على زوجته، وما هي حقوق الزوج على زوجها؟ كل منهما حقوق. حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن لا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، وأن تجيبه إذا طلبها بالفراش ولا تمتنع، كذلك أن تقوم بعمل البيت وتربية الأولاد، هذا من إعانة الزوج على المهام. والزوج يجب عليه لزوجته النفقة والسكنة والكسوة والمسكن والمعاشرة بالمعروف، على جل وعلا وعاشرهن بالمعروف. نعم.